أهلا بكم إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك أن المفاوضات مع الوفد الروسي ستتواصل اليوم. وقال بودولياك إن هناك عملا مكثفا للغاية للتوصل إلى نتائج مثمرة في تلك المحادثات. يذكر أن روسيا وأوكرانيا تواصلان المفاوضات حول تسوية الوضع، والتي أثمرت عن اتفاق لفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.